مساء الخير وأهلا بكم سادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. إصلاحات قانونية ومؤسساتية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمصغرة وأيضا المتوسطة باشرتها الجزائر منذ مدة بغرض ضبط هذا الملف بشكل نهائي، بدليل أيضا وجود هذا الملف على مستوى طاولة مجلس الحكومة على أن يعرض في قادم الأيام على مجلس الوزراء للفصل فيه نهائيا، يعني حسب ما نشره بيان لمجلس الوزراء منذ حوالي 15 يوما. من جهتها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعمل على هذا الملف بشكل كبير، وأيضا قامت أو وقفت على نسبة تواجد المؤسسات المصغرة في الميدان، حيث زارت منذ سبتمبر الماضي على فترة حوالي 3 أشهر زارت أكثر من 22 ألف مؤسسة، ووقفت على وجود أكثر من 8 آلاف مؤسسة ناشطة، وعدد المؤسسات غير المتواجدة في الميدان بتاتا من أصل 22 ألف مؤسسة هو 12 ألف مؤسسة. أما بالنسبة لعدد المؤسسات الحائزة على التجهيزات والمتوقفة عن النشاط فهي أكثر من 1000 مؤسسة. طيب، هذه عينة وبداية لتصفية وتنقية المؤسسات المصغرة من الوهمية من الحائز أيضا على التجهيزات والتي لا تنشط. طيب، سنفصل أكثر حول هذا الملف مع ضيفية وهم من الاختصاص، يعني يعرفون القطاع منذ حوالي 1996 منذ بداية نشأة وكالة لونساج في هذا التاريخ بالضبط. معي الأستاذ لامبروك كريم، الأمين العام للمجمع الوطني لدعم المؤسسات المصغرة. مرحبا بك أستاذ كريم. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك. والأستاذ أيضا بشعب العباس، رئيس جمعية الأقطاب، مرحبا بكما. في البداية مدام أنتما يعني أهل اختصاص وتعرفان القطاع بشكل جيد، يهمني قراءتكما للأرقام المنشورة سابقا من طرف وكالة لاناد التي تعمل كما قلنا على الوقوف على المؤسسات المصغرة في الميدان. زارت 22 ألف مؤسسة مصغرة أستاذ كريم، أكثر من 12 ألف مؤسسة غير متواجدة في الميدان، 8 آلاف مؤسسة فقط ناشطة، وأيضا 1000 مؤسسة تحوز على التجهيزات ومتوقفة عن النشاط. قراءتك كيف تقرأها أستاذ كريم هنا؟ والله بداية فيما يخص الإحصائيات، بالنسبة لنا هذه إحصائيات على كل حال سطحية، ما كاش تعمق في الإحصاء هذا. عندما نشوفوا باريزمبل مؤسسة ناشطة، اسكو باريزمبل كاين أسئلة هنا من هذه الناحية، اسكو هي مؤسسات ناشطة؟ اسكو عندها نجاعة؟ اسكو عندها مردودية؟ اسكو تقدر تقدر تخلص القرض تاعها ولا لا؟ ولا من نروحوا باغ اكزومبل المؤسسات المتواجده الغير المتواجده في الميدان، دوك هذا سؤال. 12000 مؤسسه، 12000 مؤسسه، اسكو هذوما باغ اكزومبل مؤسسات ولا اصحاب المشاريع اللي باعوا العتاد؟ اسكو اللي عندهم مشاكل؟ اسكو ضحايا تاع الممولين؟ دونك هذه باريزون. لا، هو التفصيل لم يذكر التفصيل، هل باعوا، هل ضحيه لونساج، هل ضحيه الموردين، ولكن ما يهمنا هو 12000 مؤسسه غير موجوده في الميدان، بمعنى انه ما عندهاش التجهيزات ولا تبقى احصائيات سطحيه. كيف سطحيه؟ لا ما افهم سطحيه. استدر وعلاش لا تفيد في اي شيء هذه الاحصائيات؟ لا تفيد في معرفه الملف هذا، معرفه السوق، وشكون هي المؤسسات الوهميه، وشكون هي المؤسسات الموجوده في الميدان. ربما احنا عندنا هذه المؤسسه 12000 مؤسسه موجوده كرقم ويعمل، ونقولوا في 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 رسالة بلا تعمل، وهي لا تعمل اصلا. والله باريزومبل كي نشوفوا الاحصائيات اللي تفيد في النظر تاعنا على كل حاله، دونك حنا باريزومبل كي نشوفوا باللي المسؤول الاول على الجهه التنفيذيه قال لك الاغلبيه الساحقه المؤسسات راهي فاشله. هذه ماشي 70% اللي قالها الوزير السابق المنتدب، هذه نقولوا نقدروا نهضروا على 90 ولا 95% المؤسسه راهي فاشله. هذا مشكل. دوكا باريزومبل الا كان متعثره دوكا نقدروا تفيد الاحصائيات هذه تفيد، دونك المؤسسه الفاشله كاين بالنسبه لنا. تقصد المؤسسات التي تحصلت على الدعم من طرف لونساج؟ انا داخل استادير انا في لونساج والكناك ولونجاب، على بالك في لونساج كاين 400000 مؤسسه مصغره في لونساج برك واحده.
فلكنا كاين اكثر من 160 الف مؤسسه مصغره. ممتاز. وفي لونجام كاين 800 الف من بينهم 80 الف تمولوا في اطار تمويل ثلاثي. في المجموع حوالي 1,400,000 في المجموعة حوالي. بارك الله فيك. 90% من عدد إجمالي المؤسسات الموجودة في الجزائر. قراءتك أيضا أستاذ بلعباس. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الزيارة، عفوا على الاستقبال والاستضافة. ربما أنا اليوم 15 فيفري اليوم العالمي لمرضى السرطان، نتمنى لكل المرضى الشفاء إن شاء الله بإذن الله تعالى من هذا الوباء. سيدي الفاضل، سؤالك ربما جميل جدا ولكن لابد أن نتراجع نوعا أو نرجع بالوقت قليلا. الوكالة في حد ذاتها عندما أنشئت أو المشرع الجزائري حب ينشئ هذه المؤسسات أو الوكالات للدعم للشباب، ممتاز، هي كانت من أجل مكافحة البطالة ومحاربة الفقر، هذا السجي تاعها، يعني الأول الهدف تاعها والإنعاش الاقتصادي بطبيعة الحال. والإنعاش الاقتصادي تمشت هذه مراحل عديدة جدا، يعني 1990 مشت يعني أمور اجتماعية، أمور سياسية، يعني ربما تعاقبت علينا الحكومات وتعاقبت علينا المدراء لذا وصلنا إلى هذا العدد. العدد في فترات ربما انخفض جدا في قضية التمويل، وفي فترات أخرى ارتفع إلى حد آخر. مثلا أعطيك مثال، ربما في سنة 2000 إلى غاية 2004 كانت الأمور يعني عادية، ربما دراسة جدوى كانت تكون يعني ربما يعني يعني بمعرفتك وأمورك يعني وش راح تقول تدير المشروع تاعك، إلى غاية 2011 ربما جاءت القضايا يعني الربيع العربي أو يسمى الربيع العربي بدول المجاورة، نعم، زاد التمويل بنسبة 270% بالمئة. هذا مما جعل هناك تشبع في السوق لجميع الاختصاص، وتحول المشروع من اقتصادي إلى سياسي اجتماعي لشراء سلم اجتماعي. لابد أن نكون منصفين حينما تتكلم كل الحكومات يعني الحاليه بعد وهذه اللي ذكرها سيد رئيس الجمهوريه يعني في التزاماته في الحمله الانتخابيه في ولايه باتنا. انا احد الالتزامات على ان هذا المشروع هذا الملف تاع لونساج راح يعني يعالج بشكل يعني تقني وقانوني. وذكر اعاد ذكرهم مؤخرا احد التزاماته، انا التزاماته يعني احنا كي نشوفوا اليوم يعني نشوفوا الاطباء، نشوفوا يعني ربما تاع الجيش، ربما نشوفوا كل الفئات الاخرى دورست ملفاتهم وفتحت ملفاتهم يعني وسوفيت فيهم جمع شروط وحلت مشاكلهم نهائيا الا هذا الملف. هذا الملف الاقتصادي له شقين في ربما قبل ما نرجع للاحصاء تاعك، له شقين، شق اقتصادي وشق سياسي. اليوم رئيس الجمهوريه ربما مطالب بالحلول، الحلول يعني موجوده. اذا كان هذا الملف الاقتصادي يعرض على اهل الاختصاص وفيه ربما معضلات ومشاكل اكثر من هذه وحلت، واذا كان ملف سياسي يطرح على الطاوله ونشوفوا الميزه السياسيه تاعو راح، لان هذو وليدات الجزائر، واذا كانوا فشلوا نجحين راح هذا المصاريف تاعهم قاعده الجزائر. ارجع ربما لقضيه الاحصاء، ربما راني شويه تعمقت في الامر. الاحصاء يبقى شكلي وظرفي. لماذا؟ شكلي وظرفي. ظرفي لماذا؟ ولكنه يبقى أيضا مهم، هذا أيضا مهم أستاذ بن عباس. نحن الشيء الذي نثمنه على أننا أول مرة يكون عندنا وزارة كاملة الصلاحيات فعلا، لأن قبل كنا يعني اختصاص، هذا فرحنا به. لكن ربما احنا ما نكونوش يعني على حساب ربما مشاكلنا او ربما الشوائب اللي في مؤسساتنا تكون يعني هي ارقام يلعب بها، احنا ما نرضوش هذا الشيء. اننا ربما نهار الاول كانت النوايا تاعنا طيبه، اي شاب جزائري عندما ولج الى هذه الوكالات كانت نيته طيبه. تبقى قضيه الالتواءات الاخرى، هذه في كل مؤسسات في كل قطاعات الدوله بدون استثناء، حتى قطاع الدوله وفيها بعض التصرفات الغير لائقه. انا ربما في قضيه هذه الاحصاءات هو أنا لا أشكك في الأرقام بقدر ما أشكك في قضية التوقيت. أنا ما جينيش ربما عندك ما قال الأخ مبروك، هو التوقيت ولكن هو ضروري أستاذ بالعباس من أجل النظر في هذه المؤسسات، هل هي موجودة غير متواجدة، مش مؤسسات وهمية، مؤسسات ناشطة، عندها فاعلية اقتصادية، ما عندهاش فاعلية اقتصادية. احنا قضية إحصاء الأرقام، احنا على بالنا باللي لغة الأرقام في الجزائر ربما دائما نوعا ما فيها الشبهات، هذه أولا. ثانيا نروح لك أبعد من هناك. الآن لغة الأرقام التي تركت هي تركت على جاري معين وفي سنة معينة، سنة 2022. أنا كنت تحصيل 2000 سنة 2022. لا لا سامحني كان هذه فترة أولى فقط أستاذ، على أن تمس كل المؤسسات. يا أستاذ راها كارثة، يا أستاذ راها كارثة، يا أستاذ راها كارثة، هذه مرحلة أولى فقط. سامحني خليك كمل الفكرة، سامحني الله يسترك. أنا كي تقول لي في عام واحد عندك 12000 مؤسسة وهمية، بمعنى 1,400,000 مؤسسة غير موجودة كامل كليا، هذا راه كارثة، يعني كارثة في حد ذاتها. يعني الرقم راه صعب جدا، الرقم كي تلقى من 14000 مؤسسة من 22000 مؤسسة تلقى 1000 مؤسسة، 1,400,000 مؤسسة، لا لا هي 22000 مؤسسة، 22000 مؤسسة. هذا الإحصاء جعل 22000 مؤسسة، ربما يشاركني الأخ في هذا الرقم. أولي تلقى من 14000 مؤسسة 12000 مؤسسة وهمية، فما بالك أنت حينما يطرح هذا الإحصاء على 1,400,000 مؤسسة، يعني وكأنك راح تقول لي عينة، راح تقول لي باللي من 1,400,000 عندك
مليون مؤسسة وهمية غير موجودة وهمية كارثة. يقول لك وش يقول لك؟ يقول لك إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. ولكن هذا معليش، هذا قلنا بأن هذا الملف مطروح منذ سنوات، الآن نريد بداية انطلاقة صحيحة على أسس صحيحة. إيه؟ على أسس صحيحة. الآن لاناد الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات هي تريد تصفية معرفة ما هي المؤسسات المصغرة الوهمية، ما هي الناشطة، تريد يعني إيجاد حلول. هل يمكن تسمية هذه المؤسسات المصغرة مؤسسات متعثرة؟ هل هي مؤسسات فاشلة؟ هل هي مؤسسات لم تنجح؟ أم أن والله لما نتكلم عن المؤسسة الفاشلة والمتعثرة، الخطأ الأكبر اللي ارتكبه وزير سابق تاع المنتدب مؤسسة المصغرة، خطأ الأكبر قال لك باللي كاع المؤسسات راهي متعثرة قابلة للإنعاش. داروا في 2011 من أجل شراء السلم المدني، وزادوا كي شافوا باريزومبل صناديق راهي صناديق معمرة بالدولار، حوسوا كيفاش يخرجوهم باش ينهبوهم. على بالك بلي البروموتور مسكين هو اللي يخلص لادوان، يدخلوا في السلعب وما خلصوش لادوان تاعهم. معليش هذيك كريف كانت في وقت سابق، ربما المقاربه الاجتماعيه تغلبت على المقاربه الاقتصاديه. بارك الله فيك. دوكا باريزومبل داروها سياسيه اجتماعيه، لازم الحل يكون سياسي اجتماعي. نبحث على التصحيح. تصحيح الحلول والتصحيح، ماذا نريد؟ بارك الله فيك. دوك احنا بالنسبه لنا الحل كاين حلين، إما مسح الديون أو المزاد العلني، ونشوفوا شكون اللي خير للبلاد والعباد. ولكن 12,000 مؤسسة غير موجودة، ما عندها لا عتاد لا مال. دوك هذه باريزومبل من صلاحيات رئيس الجمهورية، هذه قال لك القاضي الأول في البلاد. كاينين اللي باعوا الماتريال، واللي باع بين اللي باع واللي باع كاين فرق. كاين ناس باريزومبل عندهم ابقار، باريزومبل عندهم كوري ولا ماتوا البقرهم، على بالوش لازم ما على بالهمش بلي لازم لهم استدير محضر معاينه بلي صحوا ماتوا ولا تقرير معاينه تاع معاينه بيطريه. ودوك هذا بالنسبه للقانون راه باع الماتريال، ممتاز باعهم، ممتاز. دوك هذا باريزومبل انا نشوفوا بلي صاي من 2015 وحنا كجمعيه رانا نادوا بضروره إيجاد حل اقتصادي. حتى 2017 وين شفنا كاع صدر راهي تهردت الحالة كما يقولوا، تما قلنا بلي الحل الوحيد هو العفو الشامل ولا مسح الديون. مي ليسونسيال حنا باريزومبل كان فشلت السياسة يكون فيها ضحايا ولا لا؟ فيها ضحايا ولا لا؟ دوك حنا باريزومبل أي حل يوجد أو يطبق لازم يأخذ بعين الاعتبار هذوما ضحايا هذوما. ايضا قراءتك هنا، ما هو الحل بالنسبه لك استاذ؟ شوف الملف مش مباشره ندخل في قضيه حلول ولا قضيه مشاكل، لان لماذا؟ لان هذه تراكمات. هذه تراكمات. لماذا؟ احنا تشخيص واقعي. شوف اسمح لي، احنا كي نهضروا بصراحه والحمد لله في دوله قانون ودوله يعني راي لازم يدلى به. احنا كي نشوف مؤسسه الدوله اللي كل ما تخرج يعني كما نقول احنا كما نهضروا على بصراحه يعني كما الحجار كما مؤسسات كبرى يعني كل نعم يعني مؤسسات كبرى يعني دائما تخسر والدوله دائما تعاود تهيئهم تهيكلهم، فما بالك بالشباب هذو؟ الشباب انت نهار اللي جيت نهار الاول مسكين من اجل باش تخرجوا من المشكله درتوا في مشكله بكري، واش كان يعني بطال، اليوم اصبح بطال ومدير ومتابع قضايا، يعني ثلاث حوايج. المشكله ان استراتيجيه تاع الدوله في هذاك الوقت انا قلت لك احنا لازم نرجعوا واحد النقطه يسموها اننا ضحايا سياسه تشغيل فاشله. لماذا؟ انا نقول لك خدموا بينا وقت فات ماهوش مشكله. لماذا نجحت بعض المؤسسات المصغره؟ احنا اذا كان استاذ بلعباس معليش جاوبني، لماذا نجحت بعض المؤسسات؟ اولا دراسه الجدوى تختلف. انا دوك مثلا نعطيك مناطق صناعيه، نعطيك خميس الخشنه ونعطيك رويبه ونعطيك الجلف ونعطيك ورقله، نعطيك من الشمال والمشرق ومن الجنوب. انا كيفاش تحط لي مؤسسه اذا كان انسان عنده هاربين يعني بين قوسين شاحنه صغيره، تحطها لي مؤسسه تستمركيها وتسجلها في السجل التجاري على اسم مؤسسه مع اخر مادي 25 26 مليار، هو كانها مؤسسه يعني نفس القيد، هذاك دير مؤسسه نقل عمومي، هذاك مؤسسه نقل عمومي، وتحط لي تبلي هاربين والله نقل والله يعني اكل خفيف بنفس المؤسسه، ما يقدرش. لانك الغرض تاعك نهار الاول كدوله كصندوق تاع دعم هذا الانسان باش يخرج من البطاله ما يروحش لحوايج واحده اخرى. بعض المؤسسات نجحت لماذا؟ انا نرجع للسؤال تاعك، فيه بعض المؤسسات نجح لي نورت ويعني وخدمت وشرفت وجابت شرف، هذه كانت البيئه ملائمه.
لماذا؟ لان دراسه الجدوى بيئيا، انا دوك كي ندير حاجه مشروع في رويبه مثلا تاع نقل عمومي ينجح لك، ديرو في الجلفه ما ينجح لكش مثلا. نعطيك دوك مثلا تروح مثلا ولايه جبليه، تروح ديري مثلا انتاج الزيوت النباتيه تنجح لك، ما تديش حتى ورقه ما تنجحش. راك معايا ماكش معايا؟ مثلا تربيه الابل تنجح في ورقه، تربيه الابل في تيزوزي ما تنجحش. هذا السؤال، لماذا نجح البعض؟ شكون هادو من اللي نجحوا باش نتفاهم؟ من دوك من هم الذين نجحوا؟ دونك باغ اكزومبل في بلد باغ اكزومبل وين ما كاش تكافؤ الفرص، جي انا خرجت واحد خرج، واحد قبل ما يخرج عنده ان بلان دو شارج، عنده مخطط عمل داكور، واحد عنده معرفه. قال باغ اكزومبل واحد خرج الكتريسيتي باتومون، كاين عمو انتربرونور ولا حاجه ولا، مي بصح ما كاش مبدا تكافؤ الفرص، هذا هو المشكل. والاغلبيه والنتائج والحاصيل والمخرجات تاع القضيه هذه راهي باينه في الميدان. الأغلبية الساحقة للمؤسسات المصغرة فاشلة، غير قابلة للتمويل، إعادة التمويل غير قابلة لا. وعلاش باغ اكزومبل؟ أنا لازم نسألوا أسئلة ستادير موضوعية وفي محلها. علاش باغ اكزومبل ما داروش الحجز على الذين اللي لم يسدد الديون تاعهم؟ وعلاش؟ الدولة على بالها تعرف حجم الكارثة الحقيقية التي كانت في وقت سابق. دوك رئيس الجمهورية كي يهضر على ملف لونساج، انت رئيس الجمهورية يهضر لك على ملف لونساج، انت عنده أهمية، عنده أهمية قصوى. كاين 400 ألف مخرج من لونساج، 160 ألف لكناك، و 800 ألف أون جيم. دوك هادو ما شحال؟ مليون و 300 ألف مؤسسة. فعلا. دوك ضربها في ثلاثة كمتوسط، استدير العائلة الجزائرية ولا أربعة حتى الخمسة، ضربها كاين 6 ملايين اللي راهم معنيين مباشره بلونساج بهذه الاجهزه هذه. دوك انت لازم كي تاخذ القرار بالحجز على بالك دوكا انا عندي مؤسسه فاشله بصح نخلص لي زامبو تاعي، نخلص لاكاسموس تاعي، راك فاهم، نخلص لي كونت سوسيو تاعي، راك فاهم. ودوكا كي تنحي لي المؤسسه تاعي لازم أموال إنسان يروح وين يدي القفة رمضان تاعه ويروح للشوماج. ومن بين ربما البعض يقول لك قضية الموردين، لأنه فيه ستكون فيه متابعات قضائية ضد الموردين المحتالين، يعني ليس كل الموردين. في بعض الأحيان يكون الشاب الذي تحصل على قرض من لونساج أو غير لونساج وقع ضحية المورد أكثر من ضحية هذه الوكالات. والله أكون صريح معك، هذا الموضوع يعني ربما سأل اللعاب عنه كثيرا. أنا إنسان واقعي ويعرفني الناس. جي. شوف، أغلبية الشباب إن لم أقل ثلثي الرقم الذي قلته لك كلهم متحايلين. متحايلين. بتوافق يعني الفورنيسور مع البروموتور مع مع بعض الناس اللي يعني ما نقولش يعني من منظور يعني الموظفين على أنهم تحايلوا على الإدارة من أجل في تضخيم الفواتير. في تضخيم الفواتير، ويعني تقدر تقول تبييض أموال مقنن. أنا نكون صريح معك، لماذا؟ لأن في يوم من الأيام هاد الناس يعني يخرج من الجامعه ولا يخرج بكذا باش حاب يدير امور كذا، من يحسبها باللي وكانه هيبه، ماهوش عارف ماهوش عارف. زيد على ذلك انا باش انا نحدث لك مليح، نزيد لك حاجه واحده اخرى اكثر من هيك. كاين بعض الناس يهم يديروا مشاريع تاعهم، علاه يكره باش يخلص لانه صرا فيه المنكر، يعني هو باش يشوف التلفزيون والاعلانات وايها الشباب وتقرب ومن بعد يقعد 4 سنين 3 سنين باش يدير بروج تاعو، يكرهوه باش يعاود يخلص. راك معايا ماكش معايا؟ بعض الناس جد على ذلك، كاين بعض الناس هم ضحايا تاع اداره والاكثريه ضحايا تاع دي فورنيسور، باش نكونوا بصراحه. سامحني باش نكمل لك النقطه. استاذ عباس احتفظ بكلمه، سنذهب فقط فاصل قصير، عذرا لان الوقت الزملاء يشيروا لان الوقت انتهى، وسنعود اليك على هذه النقطه قضيه الموردين بعد الفاصل. مشاهدينا ارجو لا تذهبوا بعيدا، الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. مرحبا بالسادة المشاهدين من جديد. توقفنا عند قضية أستاذ بالعباس، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للسجل التجاري باشرت تحقيقات وتحريات معمقة مؤخرا بخصوص مموني العتاد الغشاشين والوهميين المتورطين في نهب أموال قروض الدعم. العملية متواصلة وربما يكون فيه يعني متابعات قضائية بالنسبة لهؤلاء، وقلنا قبل الفاصل بأنه ممكن تكون من أهم نقاط فشل هذا لونساج. هي مش مهم، هي نقطة كاملة يعني باش نقولوها. كما كنت نقول لك الشاب الجزائري اليوم كيتقدم، كاين الأغلبية تاع ضحايا هذو ضحايا تاع دي فورنيسور، يعني العتاد اللي كاين. ربما هي تمت العملية كتبييض أموال يعني مقنن بطريقة جيدة. هذا الشيء لازم نقوله. شوف، الدولة لازم اليوم تتغاضى على بعض الأمور. لماذا؟ لأن الرقم رهيب. أنا مانيش راني نقول في شيء يعني أخر، ربما يفهم أول بحاجة واحدة أخرى، بصح الرقم راه رهيب. حينما تجد 1,400,000 كما قال لك يا خويا ربما في قضية تبعته مع عوائلهم وأهلهم وذويهم، تشوف يعني واش راهم عايشة. وهذه زيد هذه الدراهم هذه راها باقية هنا،
دراما ما خرجش الخارج هذه ما تبيضتش ولا حاجه واحده اخرى. اليوم احنا ننتظر ربما يكون حل اجتماعي وحل سياسي اكثر ما هو اجتماعي. لماذا؟ لان الحل الاقتصادي ما عندوش جدوى، ما عندوش انا نقول لك بكل صراحه، لان اليوم شوف الغلاء تاع المعيشه، شوف المؤسسه ما تقدرش توقف. اليوم كي يقول لك انا مليار، يعني المؤسسه ما تقدرش مليار، دير لك مؤسسه وكونوا بصراحه، يعني ما تعاملنيش بالرقم نتاعها. ماهوش مشكل، كاينه بعض المؤسسات يعني قاعده اقتصاديه عالميه انها مؤلف المؤسسات تحيا يوميا والف مؤسسات تموت يوميا، هذه قاعده اقتصاديه ما نقولوا فيها احنا من عندنا، يعني في الدول المتقدمه. نعطيك مثلا في المانيا يعني نسبه النمو تاع المؤسسات 56%، في تركيا اللي نقولوا رائده في قضيه المؤسسه المتوسطه نسبه النمو 43%، في تونس 21%. هذه يعني هم اصحاب المؤسسات المتوسطه وابدعوا، يعني الاقتصاد الالماني يقوم على المؤسسات الصغيره المتوسطه. حينما تصل الى ايضا ايطاليا، ايطاليا نعم بشكل كبير ربما، ولكن اليوم الجزائر اليوم مقدمه على هذا الشيء. يعني حينما نرجع وتكون مرجعيه تاعنا ارقام مهمية غير موجودة، فهذه كارثة، خاصة ونحن مقدمون على أننا ربما قد ننضم إلى يعني منظمة بريكس. هذا أيضا ربما رقم يكون صعب، لأنك اليوم تتكلم مؤسسة المتوسطة غير موجودة. اليوم يدرس الملف يعني ربما يكون يعني بدقة متناهية، ونهرب شوية نروح يعني نهرب يعني من هذه الالتواءات وهذه الأرقام الغير حقيقية إلى أرقام تكون يعني مضبوطة جدا، لأننا مقدمون على اقتصاد حقيقي. اليوم ربما كنت يعني بعد قبل قليل يعني ربما كنت يعني وزير التجاره راهي يعني في قضيه امور تاع ربما التدشين تاع هذا المعرض اليوم هنا. شوفوا واش كاين على ان الدوله اصبحت تغلق جميع ربما الحوايج اللي ما يعني ما احنا في غنى عنها، ما فيهاش جدوى اقتصاديه، يعني كما نقولوا صناعه الاحذيه ربما، صناعه يعني ربما امور بسيطه، امور يعني تاع دار، امور يعني امور صناعه حرفيه. يعني الدوله مقدمه على برنامج كبير، ولكن ما نرضوش احنا باش نكونوا ضحايا تاع البرنامج هذا. لماذا؟ لاننا رقم صعيب، رقم صعيب، يعني 1,400,000 مؤسسة. هنا يكون الحل أدراء الجمهورية، والحل أنا نظن يكون بسيط جدا. والحكومة على كل حال هي ورثة هذا المشاكل، بارك الله فيك، ليست صانعة هذه الحكومة أو الحكومات التي في وقت سابق، يعني لأن المشكل أو أصل المشكل بدأ في تقريبا في 2011 لما تضاعف الدعم بشكل كبير، وأصبحت المقاربة الدعم هذه سياسية اجتماعية أكثر منها اقتصادية نظرا للسياق الزمني الذي جاء في ذلك الوقت. نبحث الآن على التصفية وعلى الحلول، يعني والرئيس يبحث على هذا الأمر بشكل نهائي. قضية الحلول هنا السؤال الذي يطرح، لما يقول لك أستاذ ربما بالعباس الحل هو اجتماعي سياسي وسياسي أكبر منه، هل أفهم هنا بأنه قضية مسح الديون؟ هذا الكلام يعني والله كي نشوفوا بار اكزومبل المسيره اللي الملف هذا جاب مسيره كبيره دوكا من 1997 لونساج 96 نعم نقولوا 96 لاني قريتها مليح 96 خلاص بالك المرسوم التنفيذي ربما بالك مي ليسونسيال استادرنا كنا نهضروا من 96 حتى 2022 ولا 23 دوكا هذا ملف كبير. دونك انت هضرت لي من قبل هضرت على الممولين والتحايل ولا وكاين ميم مسؤولين اللي داروا التحايل. دونك المسؤول كي يصرح لك بلي 95% من المؤسسات راهي ناجحه، دونك هذه تحمل المسؤوليه ولا لا؟ هذا مشكل. في 2018 يقول لك بلي 95% من المؤسسات راهي ناجحه، دونك حب ينجح الفاشلين بالسيف. لا، هي العملية الحالية التي تجريها لاناد هي التي ستكشف ما هي النسبة أستاذ كريم. دوكا حاليا حوالي 65% من المؤسسات لا أعرف إن كانت متعثرة أو فاشلة، 65% لحد الساعة، 12,000 ما كاش و8,000 راهي موجودة تخدم. دوكا حسب الإحصائيات اللي داروها في الوزارة المنتدبة يقول لك 70% من المؤسسات متعثرة، ما قلت 70% قال لك بالنسبه هذيك 65 70 قريبه. دونك احنا باريزوم نقول باللي رانا في الميدان، رانا نستقبل المستفيدين والمتعثرين والفاشلين كل يوم. ما قلت في تيزي وزو كاين 35,000 استاد اللي استفاد من لونساج والكناك موجودة في كل مكان. اكزاكتومون. دونك باغ اكزومبل هذه عينة نحكم انا عينة، هما حكموا 22,000 وانا نحكم عينة تاع 35,000. ممتاز. داكور. على بالك باللي نهار اللي قالوا صدر سمعنا المسؤولين في 2017 2018 قالوا 95% راهم ناجحين، خرجنا أكثر من 20,000 في مسيرة في الولاية. معليش هذيك ماضي. معليش من ليسونسيال رانا نفهموا في حاجة. 2017 اسمحني دقيقة دوكا باش نفهمك في حاجة، بلي هادو ما هما ضحية سياسة تشغيل فاشلة، والحل لازم يكون مربوط بهذا الأساس، على هذا الأساس ولا مبني على هذا الأساس.
داكور. الوزير قال الوزير الحالي لمؤسسه المال الناشئه قال لك باللي سياسه فاشله، ودوك السياسه فاشله شكون اللي يدفع الثمن؟ ندفعوا المستفيد هما اللي يدفعوا الثمن. هذه الدوله لازم تستعدل اوريزمون تستعدل من حسن الحظ. رئيس استاذ كريم، لو سالتك لماذا فشلت هذه هذا اللونساج، هل الا يتحمل ايضا الشاب ربما جزء من المسؤوليه معينه لما يذهب مثلا هو في اختصاص معين وياخذ شيء يعني عتاد من جهه اخرى لا يخص ليس اختصاصه ولا يعرفه ولا عنده علاقه به؟ ايضا الشباب ربما يتحمل لا دوكا باش نتفاهموا مليح. دوكا باغ اكزومبل العلاقه بين الشاب والبنك ولونساج ما راهيش علاقه عاديه داكور، كيما باغ اكزومبل البنك والزبون تاع نورمال زبون عادي للبنك داكور. دوك هناك سياسه، هناك تحسيس، هناك ترغيب، فاهم؟ دوك هذا باغ اكزومبل انت الشاب مسكين واحد عنده استادير ما عنده لا نيفو لا والو، باغ اكزومبل يخدم مانوف يسمع في التلفزيون يقول لك اروح برك نعطي لك دراهم، اروح برك ما كاش المحاسبه ما كاش ما استادير، ودوك كيفاه شكون يتحمل المسؤوليه؟ شنو يعطي لك الدراهم بلا ما يحاسبك يا استاذ؟ لا لا دوك باش نفهموا انا باغ اكزومبل كي خرجت كاين شركه يقول نعطي لك دراهم وما نحاسبكش. لا لا دوك ماشي هذا دوك انا كي خرجت باغ اكزومبل في 2006 مش شفت بلي لا بنك الفون دو غارونتي صندوق ضمان القروض في صدر الا كان ما نجحت في المشروع تاعك يسيزيو لك الماتيريال، الفون دو غارونتي هذا صندوق ضمان اخطار يعوض 70% من المشروع و30% كريم وبالعبا. ما تشوفوش ايضا باللي الشاب انخرط في تلك يعني استهتار ان صح التعبير او تراخي تعامل الحكومه في وقت سابق مع هذا الملف، هو اللي شجعهم انهم ما يتعاملوش بجديه مع هذا الدعم مع هذا المال؟ قال يا ودي كاين اللي كان يقولوا لهم تزوجوا بهم ديروا بهم مش حبيتوا، هذا اللي ولد ربما نوع من الاستهتار. السؤال موجه لكم. لا 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 شوف السؤال تاعك اللي ربما هذا راح شويه مفخخ، ما نكون صريح معاك صراحه مفخخ ولكن يحتاج الى تفكير. معليش مش مشكل، هو مفخخ مش بسيط باش نكون صريح معاك. ما تدينيش على هوايا. لا لا معليش مش مشكل وروح برك. لا 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 رانا نجاوبوا نخلي المشاكل. معليش مش مشكل سامح. روح برك روح برك دركا بحاله هذه الحالات اللي فاتوا الحالات اللي فاتوا قعدتينا كي تقولي الشباب كاين اللي ينجح وكاين اللي يفشل، اللي يفشل كل واحد والقضيه تاعو، كل واحد والكان تاعو، كل واحد الموضوع تاعو الحاله تاعو. بصح الاغلبيه تاعهم الاغلبيه الدوله في روحها قبل سابقا في قضيه يعني في وقت فات، دوكا كل واحد والحاله تاعو، ولكن هو التوقيت. انا دوكا جيت صدقني انت يعني هكا يعني المهنه تاعك كصحفي كي نقول لك انا عندي مؤسسه في 2000 تخدم بها ناجحه ماهيش ناجحه مهما كانت تصح، اذا كانت مثلا مخبز صناعه حلويات مثلا مثلا نقل عمومي مش ناجحه ما تنجح لكش ما تنجحش يعني كاين مؤسسه تموت كاين مؤسسه تموت. هذه اولا. ثانيا الجدوى الاقتصاديه يعني جغرافيه مش مدروسه، يعني مثلا دوكا نروح للجلفه يعني لقى الطبيعه تاع ملاخ تاع الجلفه نروح لورقله لقى الملاخ تاع ورقله واش كاين نروح مثلا تيزوج ملاخ تاعها ما كانتش. وصدقني هي الامور كانت مبنيه على اساس انه هو يودي يسقد للشاب السكوت. هذه الحكومه الحاليه هي ورثت عن الحكومات السابقه هذا الملف، ملف لا بد الا يعاقب فيه احد. انا طلبي ربما اتمنى ان يصل الى السيد رئيس الجمهوريه الا يعاقب احد، لاننا كي تقول لي انا ذاك ضحيه عصابه وهذاك ضحيه عصابه وهذاك ضحيه منظومه مش مليحه ومن بعد كي تلحق لي تقول نحاسبك، انا ثاني ضحيه منظومه مش مليحه لكن ما مش معي احنا ثاني ضحايا، لانك اليوم تلعب 1,400,000 مؤسسه مصغره. هذا الرقم ماذا بينا يلقوا له الحل، ماهيش كل الناس يعني باش نكون صريح مع اخويا ربما هذه ما نكونوش يعني في هذاك، كاين بعض الناس خدامه ولكن كاين ربما اللي باعوا المال يعني الاستاذ الماتريال كما يقولوا. خليني نكمل لك الفكره تاعك. غير موجودين بتاتا. هذه القضيه فصل فيها رئيس الجمهوريه قال لك ميم اللي باع الماتريال تبعوش في القضاء ما تبعوش قضاء. معليش مش معلي هذا الالتزام تاعو هذا الالتزام مشكور ورفع التجميد عند متابعه القضيه باش نكون صريح، رفع التجميد عند متابعه القضيه. الشيء اللي حاب نقوله لك اليوم هذا الشاب مش تبقى نقطه الديون كاين اسمح لي ديون شوف المواطن موظف العادي راه يسال الدين وراه الاشكاليه فين بالك صح مؤسسه احنا ماناش قريبين من الدين احنا نحوسوا على الحل مش كل مؤسسه تحوس المسح الديون ومش كل مؤسسه تحوس الخدمه احنا ثاني طالبين كاين ناس راه خدامه تحوس تخدم واذا كان في عفو شامل باش روحوا قضية الخدمة ونزيدوا نكونوا إضافة للاقتصاد الوطني احنا مستعدين بصح ما تعاقبنيش هنا ولات معاقبة. ماذا تقصد بالعقاب أستاذ؟ سامحني عقاب ربما نفسي ربما متابعة قضائية قال يعني هو قال لي من تبعهم يا ودي صدقني كاين لي محضر قضائي ولا صاحبه المحضر القضائي ولا صاحبه خلاص ولا كل يوم كونفوكاسيون خلاص ولا صاحبه كل يوم يبعث لك كاين بعض نزيدك حاجة واحدة أخرى المناضلين الشرفاء اللي كانوا يضربوا القضية هذه أنا حظ الحياة تاعهم يعني حتى نولي كي تشوف أنت ناشط نعطيك مثال في الاختصاص تاعي باش ما
داش الاشهار في ولايه الجلفه. احنا عندنا 24 مؤسسه في التخصص تاعي، صدقني الوحيد اللي تبع قضائيا انا. لماذا؟ لانني انا قلت يا ودي مش هذا الطرح، لان البيئه اللي خدمت فيها غير ملائمه لاني باش ننجح. اليوم اذا رانا نحوسوا على يعني من باب الانسانيه، من باب الاجتماعي، من باب السياسه، نقولوا يا ودي احنا رانا ضحايا، ماناش ضحايا تشغيل فيها، ماناش ضحايا تشغيل فيها، احنا ضحايا حكومات سابقه. الحل يكون توافقوا في الراي 100% 100% دوكا باغ اكزومبل حنا نشوفوا كاينه حاجه، هادوما باغ اكزومبل كانوا شباب دوكا ولاو كهول داكور، عندهم عائلات داكور. دونك انا دوكا واش لازم نشوفوا نجاع اسكو باغ اكزومبل نحجزوا الماتريال ولا نخليهم يخدموا، نشوفوا شكون اللي خربينا، شكون اللي احسن، شكون الاحسن داكور. دوكا باغ اكزومبل لو كان نروحوا لحد، انا نقول لك ديريكتومون كاين الاغلبيه الساحقه راح تروح في المزاد العالمي، لانه لا يمكن يعني ايضا اصدار احكام على الجميع، يعني فيه كما قلنا بعض المؤسسات راهي ناجحه، يعني لكن المؤسسات بعض المؤسسات تنشط يعني ناجح كيفاش ناجح موجوده باش يكونوا منصفين، ناجح ياكل في كسره مع وليداته فقط، ما يقدرش يعطي للدوله يعني ما يقدرش يعطي للدوله، يعني يقدر كسره مع وليداته فقط، يعني امور قوتوه يوم، واذا كان عنده مسكين هربي كما كنت نحكي لك قبيل، والله عنده يعني حاجه تاع فاست فود ولا حاجه صغيره ياكل بها الكسره فقط، مش راح يخلص الدوله ما يقدرش. ونزيدك حاجه ثقافه البروموتور ثاني كما قال لك، كلمه ما يعرفش كناس كاع واش تهضر له، يقول لك واش تعني لي بالصندوق الوطني للتامين على البطاله، واش تقول لي الكناس كاسنوس امور تاع ليسين فما يعرفهاش، مسكين راح جاب ورق يجيبوا المورد اللي تلقاو في قهوه يقول له شوف انا راني نجي مليار نجيب لك 400 مليون تجيك 400 واسكت عليا، يعطيني غير الفوتوكوبي تاع النكوه تاعك مثلا، نعطيك في وقت سابق دوك العمره ولا الرقمنه ولا الامور. الاشكال اليوم لازم نفكروا بالتقنيات، اننا احنا اضافه للاقتصاد الوطني وما نبقاوش عبء على الاقتصاد الوطني، ويمكن الاستفاده من هذه المؤسسات المصغره المتحصله على الدعم في وقت سابق ورجعوها كرقم مهم في الاقتصاد. اوكي باغ اكزومبل كي نشوفوا باغ اكزومبل نحكموا 70% من المؤسسات هذوما باغ اكزومبل على حسب الاحصائيات الرسميه، لو كان نخليوهم صافي هذوما 70% يبقاو في السوق العاديه ما يروحوش السوق الموازيه. اكيد داكور، دونك خير للدوله لو كان المؤسسات تبقى في السوق العاديه. دونك راهي دوكا حرب على السوق الموازيه، انا باغ اكزومبل واحد خرج بانتور باتيمون ولا الكتريس كهرباء تاع تنحي له لونتربريز تاعو يروح يخدم اونوار. فهم دوك احنا باريزوم هذا باريزوم لازم نشوفوا كيفاش ندير لهم، شوف نمسح لهم الديون باريزومبل، يسحق مسح الديون نمسح لهم الديون ونعاونوه. استدرنا عندنا حلول، طرحنا حلول في 2017 قبل ما نقول العفو الشم. انت مع الحل يعني الذهاب الى الحل حاله بحاله يعني حسب كل خصوصيه بارك مؤسسة. الله فيك. شوف في 2017 مدينا حلول، قلنا باللي لو كان باريزومبل الدوله تشري الديون هذوما من عند لي بنك لصالح اونساج ولا الكناك داكور، ويديروا روزنامه بدون غرامات بدون هادو لي زاجيو هادوما، الانسان يلقى روحو. هادي في 2017 بصح تبدلت الحاله جي داكور. دوكا ميم هذا باغ اكزومبل شراء الديون يبقى صادي الوارد او موان باش نسيروا الفتره هذه ومن بعد نشوفوا واش نديروا. هاد حنا عندنا قلنا لازم حوار وطني بالنسبه للمستقبل باش نشوفوا المستقبل المؤسسه المصغره، حوار بدون اقصاء، كاين ممثلين عن الجمعيات، كاين خبراء وكاين المسؤولين. دوكا تهضر لي انا مع خبير في الاقتصاد ما عندوش ما يكفيش، لازم واقع ميداني تستند على اصحاب الاقتصاد واللي استفادوا من هذه خبره هذه. استاذ كريم استفدت انت من استفدت في 2006 مؤسسه ناجحه متعفره. والله واش نقول لك؟ قول لي بصراحه. بصراحه لا با دوك انا في 2011 خلصت قلت لي اي دوك 2000 استفدت في 2006 انا درت لا بروميير فاكتور برفورما تاعي في 2003 داكور، خرجت في 2008 5 سنين العتاد رهنت دراهم، استادير الوقت هذاك ما كاش كيف استادير لازم يكون رهن. ومن بعد واش درت؟ خدمت 2009 2011 خلصت اكثر من 60% ديون تاعي او القرض يعني اول قرض. دونك انا حطيت الدراهم تاعي في لابانك كوديعه ترهن لدى البنك 2011 درت دوموند درت رساله باش اموا يرجعوا لي يحسبوا لي الفائده تاع سندات الخزينه هذه ويرجعوا ونزيد عليهم ونكمل معاهم. ممتاز حتى اليوم
لحد الساعة من 2011 من 2011 2018 المؤسسة ما هو يعني موضع المؤسسة تاعك الآن 2018 بعثوا لي قالوا لي بلي لقينا لي بودكاست تاعك وخلصنا بهم دين تاعك الآن راك ما تسالهم ما يسالوك الآن قلت لي يا ربي والمؤسسة تاعك ناجحة وفاشلة يعني وش والله ما نقدر نقول لك لا ناجحة لا فاشلة تنشط حاليا تنشط بيان سور عندها روجيستر كوميرس نخلص في ليزامبو نخلص في لاكاس نوس نخلص كلش وضعيتك عاديه بشكل عادي شنو انا ما وضعي شوف استاذ قضيه ربما نجح واحد النقطه رائعه جدا انك اثرت قبيل تاي قضيه مسح الديون كيفاش راح يكون ربما قضيه مسح الديون والقضيه كذا شوف احنا نربطها بعام الوقت ما في حتى بالتقادم 1997 الى غايه 2016 هذه مؤسسات راهي كما نقول لك بدون فشل بدون نجاح مؤسسات ماتت يعني أنا مؤسسة دولة تقول لك جدوى اقتصادية تاع كي تعطيك مثلا سيارة جديدة تقول جدوى اقتصادية تاع 5 سنوات يعني حتى أي خبير جيب أي واحد من بوياتنا فلاح عادي يقول لك يا ودي مثلا هذيك المادة وش تشد عندك 2900 عندها أجل تاعها بارك الله فيك احنا يطرح هذا إذا تمنوا إذا كان هذا الملف يطرح على مجلس وزراء أو مجلس حكومة يربط بالوقت بعام الوقت فقط شيء بسيط جدا مهما كان الرقم يا خويا من 1997 إلى غاية 2016 هذه تسمى مؤسسة ميتة ما نطمعش فيك يا خويا تعاود دروك تبقى اختياري تعاود رجي سلكت في ذاك الوقت الله يسمح ما سلكتش الله يسمح ارواح شوفوا الريجيستر تاعك يا خويا نشوفوا راهي مليح وقع على خير وسمحنا فوقها من 2016 الى غايه 2019 هذه تسمى مؤسسات يعني نوعا ما دائما في قضيه حظ ربما ربما رماديه يعني قادر نهبطوا 2016 قادر نتعرض من 2019 الى غايه 2020 هذه تسمى مؤسسات ربما تعرضت الى قضيه الوباء وقضيه كورونا وتأجلت منها هنا انا نشوف باليودي النجاح اللي شفته الدوله الجزائريه هذه انا اعترف باعتراف يعني اعترف يعني هذه حاجه نشهدها باللي قضيه اننا شرينا الامن الجزائري مش خساره كان يشرب 1,400,000 مؤسسه من اجل سلامه وامن الجزائر هذا شيء رائع جدا الحاجه الثانيه كاين بعض الناس فكينهم امورهم كاين اللي شرى دار كاين اللي داو امو كاين اللي داو بنو كاين كل واحد كيفاه كاين اللي ما لقاش واحد الوقت كاين ناس بعض الناس نعرفهم انايا وبعض البعض يعني كما نقولوا اللي كانت مضطره باش دير عمليه جراحيه لمها ما لقاش دراهم راح دارت تحايلت على الدوله باش تجي تعاون معاك معايا يعني هذه الامور يعني الدراهم تاع الدوله بقات هنا في الدوله احنا ماناش من الناس هذيك اللي هربت والله يعني من الناس هذيك الكونتيلا ملاير ملاير ربما قرعتك الرقم ربما اليوم راه لحق حوالي 13 مليار دولار بمعنى ان 7.5 مليار دولار هذه قضية مساهمة قضية السنادق في ثلاثة وما يوفقنا الرأي في الرقم ربما يصحح لي الرقم الآخر يبقى في قضية تسير تاع الوكالات في حد ذاته يعني الوكالات يعني أنا في حد ذاتها هذا هو الإشكال وراه إذا نتفق بأنه هذا يعني المشروع في وقت سابق لم يؤدي أغراضه الاقتصادية إلى حد ما والمطلوب الآن إيجاد حل لهذا الملف نهائيا الرئيس يقف على هذا الملف شخصيا بيان مجلس الوزراء الأخير يعني قبل حوالي 12 يوم تطرق إلى هذه النقطة وقال بأنه يحال على مجلس الحكومة للنظر فيه على أن يعاد لمجلس الوزراء للفصل فيه نهائيا طيب هنا كيف تتوقع الامر يعني قضيه في دقيقه استاذ والله دوكا باريزم كي نشوفوا بين رئاسه الجمهوريه هي اللي استدير عطت امر واش الملف هذا يطرح على مستوى مجلس الحكومه دوك في مجلس الحكومه ما يهضروش بزاف قوانين وقرارات نعم مجلس الوزراء هو الذي يفصل اكزاكتومون دوكا هادي باريزم جاب لي ربي اموان يعطيو فرصه لهادو الشوبان باغ اكزومبل لكن ما فيهاش مسح الديون انا نتمنى جاي نتمنى حاجه برك باللي اوموا يثبتوا في الاستاذ يكملوا في تجميد واضح المتابعات شكرا القضائية. شكرا جزيلا لكما بن شعب العباس رئيس جمعيه الاقطاب والشكر ايضا موصول للاستاذ لامبروك كريم الامين العام للمجمع الوطني لدعم المؤسسات المصغره نتمنى اننا تطرقنا الى جزء معين من هذا الملف الذي قيل عنه كما قلت انت ملغم نوعا ما ملغم على كل حال نتمنى انه يتم الوصول الى تفكيك هذا الملف بشكل نهائي في اقرب الاجل شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام نلتقي غدا ان شاء الله الى اللقاء